السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم مختلف كتير، راح نحكي عن مسابقه وقوانين المسابقه اللي راح نساويها. فهلا معي مصطفى وابن الشام وابن كوباني، السكواد كامل موجود، وراح يشرحوا لكم عن المسابقه والقوانين المسابقه وشو هي المسابقه. ابن الشام مصطفى بلشوا احكوا عن المسابقه وانا خليني ادخل. ابن الشام بلش. بلش يا مصطفى، بلش. أنا نص المسابقة لسه ما فهمت زيادة. يلا أوكي. يلا. المسابقة هنن ثلاث مراكز. بدنا نلعب جيم، تمام؟ المركز الأول بياخد $300، المركز الثاني $200، المركز الثالث $100. هذا طبعاً على الكلات، مو إنه يكمبر وهيك التيم كله يكمبر، لا، بدنا كلات. على عدد الكلات وعلى الفوز. ايوه. وبعد انه خلصنا الجيم بيتواصل مع قهرمان على الديسكورد او على الانستغرام، يعني بيشرح القهرمان، بيشرح لهم انه شلون يحولون المصاري وهيك شيء، واذا بدهم شدات فيه يعطيهم شدات كمان. ايوه، اللي بده مقابل المصاري حصته من المصاري شدات، نعطيه شدات، واللي بده مصاري نبعث له مصاري. طبعا المسابقه بدنا اللي بده يجي بده يكون سكواد، يعني ما راح يكون سولو او دو او ثلاثة اشخاص، بدنا كله يكون سكواد كامل. كل واحد يجيب سكواده، واحد منهم يستلم القائد، يصير القائد تبع سكواده ويتواصل معي، عشان ما كل واحد يتصل فيني وبعدين يقول انا من السكواد الفلاني وانا من السكواد الفلاني. اختاروا رقم سكوادكم من 1 لـ 25. طبعا اذا كان لانه راح نعملها سكواد راح يكون 25 سكواد، كل واحد يختار رقمه من السكواد الفلاني للسكواد ال 25. مثلا بدك سكواد تكون رقم العاشر او ال 11، المهم واحد منهم يستلم القائد، تستلموا واحد منكم يستلم القائد ويكون قائد السكواد، ويحسن كيف يتصرف مع سكواده، ومشان اذا هو اللي اخذ الجيم القائد يتواصل معي لحتى ندفع له، نحكي معه عن طريقه الدفع، او اذا بدهم شدات نحول لهم شدات مقابل المصاري اللي هن ربحانينه. ابن كشام شو عندك بدك تحكي؟ والله حاليا ما عندي شيء، يعني كل الكلام انت اللي قلته. الشيء المهم انه مشان ما حدا يزعل كمان، راح يكون كلياتهم موبايلات، ايباد موبايل بنصبح فيها، اي واحد جاي محاكي راح نطالعه، وما حدا يعمل لي ذكي وفيلسوف زمانه ويدخل موبايل وبعد يحولها على البي سي تبعه، لانه فورا الروم راح يطالعك اوتوماتيكيا من الجيم كلياته، وهيك راح تخسر الجيم وراح تروع على حالك وعلى سكوادك. فهذا الشيء يعني هذا اهم شيء ركزوا عليه، لانه الجيم بس جيت بدك بعدين دخلت على الموبايل وبدك تدخل بعدين على البي سي تبعك، الروم راح يطالعك اوتوماتيكيا من الجيم كلياته، راح تروع على حالك وعلى سكوادك الجيم وتخسروا حصتكم من المربح الفوز. فطبعا اكيد يعني ما اعرف ابن كوباني شو كان مشان يكون مشان يكون يعني الناس عادله مع بعض، مو واحد يلعب كمبيوتر وواحد يلعب هيك، ما بتكون عادله، لازم يكون كله جوالات. مشان وحتى الهكريه اي واحد مستوى ليفل 2 3 راح نطالعه، اقل مستوى لازم يكون 50 وفوق، 45 وما فوق. انا يجيني واحد عامل ايميل جديد ومهكر اللعبه بده يدخل، فطبعا راح يكون في سكوادي نحن ما راح نشترك، لانه سكوادي كذا مسابقه اشتركوا، فكل قالوا هذا مو عدل وسكوادك قوي وسكوادك ما بعرف شلون، وانت شو اسمه مفرجي سكوادك وين الاشخاص. حبيبي اول شيء نحن سكوادنا كل واحد بمنطقه، ابن الشام بالسعوديه، انا بالنرويج، مصطفى متش بالمانيا، ابن كوباني بتركيا، يعني كل واحد منا بدوله، ونحن اجتمعنا على اليوتيوب وصرنا سكواد واحد. طبعا هذول لا كنت بعرفهم ولا بيعرفوني من قبل، فاجتمعنا على اليوتيوب وصرنا سكواد واحد، فكل واحد منا عايش بدوله، ولا فيني افرجيهم وين السكوادات الثانيه وين العالم، ولا فيني اعمل اي شيء لانه كل واحد بديره. واهم شيء انه عندك شيء بدك تحكيه ابن شام ولا لا؟ لا والله ما في، خلاص. اذا بالمشاهده اذا واحد يكون مشاهده بدنا قهرمان يصور جيم، والتيم اللي مات اللي ما يسب اللي التيم اللي قدامه، لانه اللي عم يشاهد بيسمع المسبات.
ايه، اهم وما شيء بيصور معه الاشي. المسبات شباب، اهم شيء في كثير رومات فاتحينها نحن وعاملينها، بس يموت واحد يبلش يسبسب. اهم بس سكر الصوت من عندك. الله اكبر الله اكبر. تمام. اهم شيء المسبات والاحترام للسكواد اللي مقابلك، مو اي مثلا سكواد قتلك تقوم تسبه، لانه بكون انا عم شاهد وعم صور جيم، فهذا الشيء انه المتابعين التانيين بيسمعوه، وكلما انا بدي انزل الفيديو فالعالم راح تسمع مسباتك، فبتمنى انك تحترم مظبوط العالم وتحترم السكواد التاني اللي مقابلك بدون مسبات وبدون شتم اي، يعني ما خلص متت متت. يعني اكيد بعدين الاحترام بدل على التربية، عرفت؟ بدل على تربيتك. فانا كثير جيمات امبارح على البث مباشره لعبنا 6 7 جيمات ربحنا جيم واحد، فعالم كثير يعني بتنزل بتموت، هي مجرد بالاول وبالاخير هي مجرد لعبه، فما في داعي انه نشتم بعض ومشان لعبه واحد يشتم امه واخته، هذا شيء يعني ما حلو بالنسبه لك وبدل على تربيتك انه انت كيف متربى. مع تحياتي لكم واحترامي لكم ولتربيتكم، فبس اتمنى انكم تحترموا قوانين الروم وقوانين المسابقه، مو ما تعملوا لي مثل هذاك النهار مسابقه الطاوات. ف طبعا مسابقة طاوات ما دفعت لحدا لانه شفتوا كيف صار اللعب وكيف كان العالم عم تتصرف. فاهم شيء انه هذا مش مسابقة، انه راح نساوي مسابقة ل 100,000 مشترك، نوصل 100,000 في مشترك. كلمة ثانية ان شاء الله، واللي ما ربح في مسابقة من عندي انا، يعني قهرمان بيعمل بس، وانا المسابقة من عندي، اللي ما ربح ان شاء الله بالمسابقة الجاية هو بيربح. هاي المسابقة على 100,000 إن شاء الله. كريم تقهرمان طبعا يا أخي. كفو متي كفو متي والله. كده المتابعين يستاهلون يستاهلون والله. والله يستاهلون كفو. إن شاء الله ما راح نقصر معكم. يلا يزيد عمر قهرمان. إذا مقصرين معكم بنواحي المسابقات ومسابقات الله فأتمنى تعذروني شوي، أنا وضعي المادي ما راح أخبي عليكم، وضعي المادي مو زيادة لهالدرجة، فأنا عندي مدرسة ويا دوب عم بشتغل لحتى هون، تعرفوا أوروبا المصاريف كثير عالية. فيا دوب عم طالع مصاريفي، يعني الضرائب هون بدك تشتري شغله، بتعرف لما من شوي اشتريت قنينتين شو اسمه عليها ضريبه 2 كرونين، يعني بالمصاري النرويجي عليها ضريبه مشروب طاقه، على اشتريت على مشروب طاقه حقها 19 كرون حقها 19 ليره نرويجي، اخذوا مني كرونين زياده ليرتين زياده لانه الضريبه هاي. فهذا الشيء انا حتى بالسعوديه هون ايه، فلهيك انا مقصر حقهم كثير، بس ان شاء الله بس نوصل 100,000 مشترك ويصير في دخل مزبوط ان شاء الله، وراح اسوي رومات بشكل مستمر. طبعا اذا ما كان كل يوم كل اسبوع نسوي مسابقتين ثلاثه وندفع نعطي شهادات للمتابعين ان شاء الله، ما راح نقصر معكم، بس بنفس الوقت بتمنى ما حدا يقصر معنا كمان لنوصل ل 100,000 مشترك لحتى نعمل هاي المسابقه. نعطي مهله للشباب ان شاء الله. ان شاء الله شحال نعطي مهله؟ يعني خليها مثلا اسبوع حلو او اسبوعين. 10 ايام. 10 ايام. اي 10 ايام. حلوه صار تمام 10 ايام. طبعا انا كمان في شخص راح يعمل لي دعم على قناته اسمه فهد شلمومي، تحياتي له، فاللي ما بيعرفه يروح عنده على قناه، على القناه يكتب فهد شلمومي على اليوتيوب يكتب اسمه فبيطلع عنده قناته، اشتركوا عنده وقولوا لكم من جيش قهرمان وتحياتي لكم، هو كمان راح يعمل لي دعم. فان شاء الله بفترة 10 ايام راح نوصل 100,000 مشترك وبفضل الله وفضلكم. فهذا الشيء اذا نحن عندي هلا تقريبا 18,000 مشترك، كل واحد يجيب عند من عنده مشتركين راح نوصل شيء 18 ضرب 2 يا ولد ايش قد. انا ضعيف بالرياضة، انا ضعيف بالرياضة. 2 4 3 لا 36. 18,000 ضرب 2 نصير 36,000، و36,000 كل واحد يجي من عنده، بنوصل 100,000 يعني بطريقة بسرعة وبسرعة وقت راح نوصل لها. فاللي بتمنى منكم انكم تعملوا شيراتكم تجيبوا عالم، فبس نوصل 100,000 مشترك راح نعمل مسابقة 600 دولار. السكواد اول سكواد المركز الاول طبعا راح ياخذ 300 دولار، المركز الثاني 200 دولار، والمركز الثالث 100 دولار. فطبعا هذول راح نعمل رومات ونشوف المراكز والنقاط كلياته. طبعا المسابقه بيعتمد على عدد كيلات ومركز الاول، اكثر عدد كيل ومركز الاول، فهذا الشيء لازم تهتموا فيه وتحترموه، يعني ما تروح تكمبر وتجيب مركز اول بعدين تيجي لعندي تقول قهرمان انا جبت مركز الاول وما عندك كيلات،
فبدي ايوه كلها تكون جايب لي كل ولا كلين. ايه، فبكون هات الاخر اثنين وجاي لعندي القهرمان على جوت مركز اول، هيك ما راح تاخذ زول. اي شيء، طبعا، تاخذ راح تختار اكثر وطبعا مو اختار المركز الاول بس، المركز الثاني والثالث كمان. ايه بنفس الوقت، يعني المركز الثاني وثالث كل بدي عدد كلات اكثر من عدد، اهم عدد كلات اهم من الفوز، المهم يكون عندك عدد كلات عالية والفوز وجيب المركز هذا الاول. طبعا فهذا الشيء بيعتمد عليكم، فلا تقصروا بهذا الشيء، وان شاء الله ما راح نقصر معاكم، ونشوف درع اليوتيوب وراي هون، ونبلش نعمل لكم مسابقات بشكل مستمر ان شاء الله. والمهم مثل ما قلنا لكم، كل واحد يعمل يجيب واحد اثنين من عنده، وهذوليك يجيبوا واحد اثنين، فبنوصل 100,000 مشترك بدون اي دعم يا زلمه، والله العظيم. فلا تقصروا معنا مشان ما نقصر معاكم، وتحياتي لكم. وشو مجا هلا لا كان في شرف البث المباشر. ها بعدين بعدين مو هلا. وطبعا انا وسكوادي ما راح نشترك بالمسابقه مثل ما ذكرت لكم السبب سابقا، وثاني شيء انا محتاج مساعدتهم بالمشاهدات، يعني يدخلوا معي مشاهدات ويشوفوا العالم اذا فيها كرية ولا لا، كيف عم يلعبوا، كيف طريق اللعب، اذا خربوا الجيم ولا لا. المهم نحن داخلين مشاهده، واذا في حدا حابب يدخل معنا مشاهده ويساعدنا بهذا الشيء في يكتب لي بتعليقات او يتواصل معي على الواتس، بتلاقوا الرابط رقم الواتس بصندوق الوصف، والرابط الانستغرامي بصندوق الوصف، وراح احط لكم رابط الديسكورد كمان بصندوق الوصف. تعالوا لنا على الديسكورد، راح نحكي عن المسابقه بشكل اكثر واكثر، ونشرح لكم نشرح. ف هلا بكون خالصين، عندكم شيء تضيفوا ولا خالصين؟ اللي بده يشتغل الهاكر جوات الجيم ببين عندي انا تمام، وما يعمل حاله ذكي ويقول انه خدعت قهرمان وسكواد وبدي يشغل هاكر جوات الجيم، ببين عندي، عندي برنامج ببين الهاكر. لما تشتغل هاكر ببين عندي طبعا. المهم ما حدا يعمل روحه ذكي لدرجه انه يدخل بالموبايل بعدين يدخل ينقل على البي سي. اول شيء راح يطلعوك الروم اوتوماتيكيا، راح يطالعك من الجيم كلياته مثل ما قلت لك، راح تروي على حالك وتروي على سكوادك المسابقه. ثاني شيء ما تشغل الجيم، عندنا برامج انه يكشف الهكريه، اذا حدا فعل هكر راح تنكشف، عندنا برامج وانا راح فعل هاي البرنامج كمان، ابعث لي اياه، راح نفعل هذول البرامج راح يكشفوا انه اذا كنت فعل هكر ولا لا. ف لو بظن انه خلصنا، واذا اي واحد بده انه يعرف اكثر عن المسابقه بتمنى يتواصل معنا على الديسكورد او على الواتس او على الانستغرام، راح نشرح له اكثر واكثر. وبخصوص البسوس، وبخصوص البسوس راح نصير نعمل بسوس مباشره على الفيسبوك، حاط لكم رابط بالصندوق الوصف، كل يروح على الفيسبوك مشان اليوم رايح راح نسوي بس مباشر على فيسبوك. فبتمنى كلياتكم تروحوا لهنيك وتثبتوا وجودكم، كلياتكم تروحوا لهنيك وتثبتوا وجودكم هنيك لحتى نصير نعمل بسوس مباشره على الفيسبوك. ولهون بكون خلصنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم، وإن شاء الله تكونوا من الرابحين وتاخذوا جائزة. سلام.